القمر. ربنا شرفتينا يا ست الكل. الله يخليك يا حبيبتي، سلمي لي على كل الصف اللي عندك اللي الله. الله سلام عليكم. ألف سلام. البشاميل زي ما قلت يختلف عن البشاميل بتاع المكرونة، بتاع المكرونة بشاميل خالص، لازم يبقى خفيف كده، يبقى خفيف ما يبقاش تقيل بالشكل ده، وبعدين سيبيه يهدى شوية زي ما كده وتروحي حاطه بالتين بس عشان ما يشكوش منك. يعني ايه يشكوا؟ في ناس الألفاظ بتبقى غريبة عليها شوية، يعني عشان ما يستويش جواها بالبلدي كده، انت حطي كده واديهم كده عوام عوام عشان ما يستويش منك في ايه، في قلب الكريم اهو. ايوه يا ام ادهم. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك؟ ازيك يا ست غاليه يا قمر، ان شاء الله تسلمي. والله العظيم انا مش عارفه اقول لك ايه، كل ما الحلقه ما تيجي ابقى هتجنن وعايزه اكلمك. يا اختي يا اختي ما تديش شغل عليكي من الجنان، براحتك احنا معاكي. الله يخليكي يا حبيبه قلبي، تعرفي الحلقه اللي فاتت كل شويه اتصل مشغول مشغول مشغول. لا احنا تحت امرك. كنت اكلمك واقول لك انا عامله كسكسي النهارده يوم الموسم. كان موسم بقى، كل سنه وانت طيبه. والله كنت عامله كسكسي وده بحضرتك ربطت، ما اقولكيش بقى. الف هنا وشفا. وحياه ربنا كان نفسي اعزمك تيجي تاكلي. بصي بقى خدي بالك، انت لو هتعملي طاجن الخضار ده وكل الناس اللي شايفانا، بصي الصوص نازل خفيف ازاي، مش تقيل زي بتاع المكرونه. ايوه عشان يخش ايديكي، عشان يخش في الطاجن كله. ايوه انا بصراحه والله ما عارفه اقول لك ايه. الله يخليكي وحياه ربنا بستنى الحلقه دي بفارغ الصبر. حبيبتي احنا تحت امرك. وما اقولكيش بقى، ماما عملت لي الشلاوله وده مفاجاه، رحت النهارده عندها لقيت الملوخيه طعمها مختلف، فبقول لها ماما الملوخيه طعمها جميل قوي كده ليه؟ تقولي ده الشلاوله وبتاع غاليه. قلت لها يا شيخ والله ما بقيت مصدقه. قعدت اختي تقول لها ادعوا الغاليه بقى ربنا يخليها لنا، عرفتنا اكلات جميله. يا حبيبتي مش كل ما نركب الحصان خيال، ده وانتك ست الشطار. وحياه ربنا ما اقولكيش، ربنا يخليها لي يا رب، هي اللي بتعمل لي والله المبروم وكل الاكل الجميل ده. المبروم ده على فكره الكسكسي، لان في ناس ما تعرفش عن المبروم. ايوه احنا بنقول عليه مبروم بقى. كل واحد بحر يقول عليه مبروم. بس والله يا ست غاليه مش عارفه اقول لك، انت سكر ان شاء الله تسلمي. ازاي بس عارفه انا عايزه اطلب منك طلب بقى. اتفضلي. يعني بعد ربنا ما يمن عليكي بقى بنعمه اكتر واكتر، اوعي تتغيري. اتغير منين؟ اوعي تتغيري. هروح فين انا؟ ما علينا وما تجيش تاني. لا ما تخافيش. النبي عايزين نشوفك على طول. لا يا اختي انا موجوده، ما تخافيش من يا قمر. انت وحياه ربنا انت سكر. على فكره مش انت لوحدك بس اللي عجبك موضوع الشلاوله وده. احكي لك على حكايه بقى، بس يا رب تسامحني بقى. عندنا عندنا هنا في القناه مدير تصوير اسمه ايمن عاطف. ايوه. يوم ما روح، يوم اللي معانا لنا الحلقه بتاعت الشلاوله، وروح لقى المدام عامله له شلاولو، فاتصل بيا انا عامل دماغ رهيبه من الشلاولو دي. انت كنت طابخه ايه النهارده؟ تسلم ايديكي، تسلم ايديكي يا قمر. سبحان الله، والراجل ده ما بياكلش غير لحمه. تخيلي بقى ان ينسى اللحمه وعمل وشرب الشلاوله دي. لا وحياه ربنا ده انت سكر، وتسلم ايديكي على كل الاكلات الحلوه دي. ان شاء الله تسلمي يا قمر. تسلم ايديكي يا قمر، ويخليكي لنا يا رب، وتفضلي منوره الشاشه كده دايما. ان شاء الله تسلمي والله انت اللي منوره. انا بشوفك يعني ما اقولكيش، انا حاسه كده انك واحده من اهلنا وحياه ربنا. كلنا زي بعض والله. يعني ست بسيطه ومحترمه ويعني ما اقولكيش، وبالذات بصي عجبتيني اكتر واكتر، احنا كنا قاعدين بنتفرج عليكي في الحلقه بتاع اللي كنت بتعمليها بالعسل، اسمها ايه؟ السخينه. السخينة. ايوه، وقعدتي تقولي ده ستي كانت بتعملها وبتبيعها وكده. المفتحة. المفتحة. تقريبا المفتحة. بابا بصراحة احترمك جدا وقال الست دي محترمة فعلا، اللي بينكر اصله ده والله العظيم ثلاثة الناس مش بتحترمه. انت عارفة ده انا ستي كانت قوسطة والله، كلنا احترمناه. انا ستي كانت قوسطة في المفتحة دي. يا قمر. ايوه يا لحد النهاردة. شوفي هي ماتت بقالها كتير، 50 سنة اهي، ولحد النهاردة الناس تيجي تسأل امي بقى وتسأل خالاتي. ايوه هي كانت امكم بتعمل المفتقه ازاي؟ فعشان كده احنا واخدين ورثينها بقى. وحياتك مفات قديم وتاه بقى. بصي المثل ده مفات قديم وتاه فعلا، وحيات ربنا عزيزتنا منوره في قلوبنا. مش المفتقه بس، ده كانت كمان بتعمل نبوتي الغفير وتبدره وتلفه على النيشه. ايوه يا حبيبتي. شفتي بقى كمان؟ لا والله والله انت عسل وست محترمه وربنا يخليك ولادك يا رب. هو انت صحيح عايزه اسالك،